لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم آمين ثم آمين اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عمن سواك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم أصلح قلوبنا للإيمان والعمل الصالح اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا وحب نبيك وحب صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حب القرآن وحب أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام وحب الدين أحب الأشياء إلينا اللهم نور قلوبنا ربنا نور قلوبنا يا منور القلوب يا منور القلوب يا منور القلوب يا منور القلوب ربنا اشرح صدورنا يا شارح الصدور يا شارح الصدور يا شارح الصدور يا شارح الصدور يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا أنوار أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا محرومين من بركات سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها وتممها بالخير اللهم يسر فهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وفهم ما في هذا الكتاب
ربنا ربنا يسر أمورنا يسر أمورنا ولا تعسرها ولا تعسرها وتممها بالخير وتممها بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا لطيف 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا حلال المشكلات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا اللهم حبب إلينا سنة نبيك سنة نبيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا اللهم حبب إلينا درسنا درسنا ودراستنا ودراستنا وفهمها وفهمها اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة اللهم اللهم وفقنا وفقنا للخير للخير والعمل الصالح والعمل الصالح اللهم اجعل اللهم اجعل توفيقك توفيقك وعونك وعونك خير رفيقنا خير رفيقنا في جميع أمورنا وفي صعوبتنا وفي ليالينا وفي نهورنا وفي جميع أمورنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا وفي بيوتنا وفي خارج بيوتنا آمين ثم آمين آمين ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا ومولانا ومولانا محمد وعلى آله محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا فهم العلوم فهم العلوم وفهم دقائقها وفهم دقائقها وفهم حقائقها وفهم حقائقها وأسرارها وأسرارها اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا ببركة هذه العلوم ببركة هذه العلوم ونقنا ونقنا من الخطايا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا عزيز يا لطيف يا غفار يا ستار يا اللهم اللهم آمن روعاتنا آمن روعاتنا آمن روعاتنا آمن روعاتنا آمن روعاتنا آمن روعاتنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت اللهم أنت المستعان اللهم أنت المستعان وعليك الاعتماد وعليك الاعتماد والتكلان والتكلان أنت ربنا أنت حسبنا نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل اللهم أجب دعاءنا ولا تجعلنا محرومين آمين ثم آمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعلنا ممن أحيا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم آمين ثم آمين اللهم اجعلنا من الصالحين المؤمنين المتقين الصابرين الشاكرين المصلين الصائمين المحسنين
المحسنين المحسنين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا فلا شارح إلا أنت ولا منور إلا أنت اللهم اقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين اللهم أعذنا من كل آفة ومن كل معصية ومن كل حادثة ومن كل حزن وخوف آمين ثم آمين اللهم وفقنا لمطالعة هذه المسائل والأحكام والفوائد والأسرار اللهم يسر لنا هذه العلوم ولا تعسرها آمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا حبا لنبيك وزدنا حبا لصحابة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أجب دعانا ولا تجعلنا محرومين فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير آمين آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم آمين جی پڑھیے مولانا بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك يا من شرع صدورنا لتلخيص البيان في ازاح المعاني ونور قلوبنا لتلخيص البيان في ازاح المعاني ونور قلوبنا بلوامع التبيان مع مطالع المثاني من مطالع المثاني ونصلي على نبيك محمد المؤيد دلائل الاعجاز دلائل اعجازه بأسرار البلاغة وعلى آله وأصحابه المحرزين كثبات السبق في مزمار الفصاحة والبراعة وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغني مسعود بن عمر المدعو بسعود تفتدى جل يجب بس بيمان.